أصول الدين في إطار في التعاون القائم بينها وبين مركز الملك عبد الله للحوار أتباع الديانات والثقافات، ندوتان دورتان تكوينية دوليتان في موضوع آليات إدارة اختلاف وتنوع واستثمار مقومات الدين في السلم الاجتماعي. هذه الندوة أو الدورة التكوينية تأتي في سياق ما يسمى مصطلح عليه بالزمالة الدولية، وهي عبارة عن تكوين برنامج يشرف عليه المركز، ويعنى بإدخال لغة الحوار في المجال التربوي والاجتماعي. هذه لا شك أن هذه الدورة التكوينية الدولية تكتسي أهمية بالغة، وذلك بالنظر إلى الموضوعات المسطرة في البرنامج المعد لهذه الدورة. كذلك أيضا الفترة الزمنية، لا شك أننا جميعا ندرك ونحس ونشعر بأن الفترة الزمنية البشرية كلها في أمس الحاجة إلى إحياء ثقافة التعاون والتفاهم والتشاور والحوار واحترام الآخر، ولهذا كانت من أهم أهدافي ومقاصد تنظيم هذه الدورة التكوينية في كلية أصول الدين تدعيم ثقافة التعاون التفاهم والتعايش والحوار واحترام الآخر، أيضا إسهام في تكوين طالبات وطلبات أصول الدين وخاصة الباحثات والباحثين في هذا المجال، يقوموا بدورهم ويؤدوا مهمتهم ورسالتهم في خدمة الوطن وخدمة الأمة. نعم، أستاذ، بحكم أن الدورة التكوينية ذات طابع دولي، شكون المشاركين من خارج المغرب؟ الطابع الدولي أولا لأنها جاءت في سياق التعاون بين الكلية والمركز، وهو مركز دولي معروف على مستوى العالم كله. أيضا يشارك معنا رئيس مركز دراسة الأديان جامعة جورجتاون، وهو الدكتور بول هيكل، وهو خبير في هذا المجال ومعروف لدى الباحثين المختصين المهتمين بهذا الشأن. تعني الكثير، لأنه جامعة عبد الملك سادي أولا جامعة منفتحة ليس فقط على المستوى المحلي والجهوي والوطني، ولكن كذلك على المستوى الدولي. وفيما يخص هذه التظاهرة التي تنظمها جامعة عبد الملك السعدي وخصوصا كلية أصول الدين وحوار الحضارات بشراكة مع معهد الملك عبد الله لحوار الأديان، تنظيم هذه الدورة التكوينية دولية بحضور ثلة من العلماء ومن حلة من الشخصيات من عدة دول، هي تصب في تكريس هذه الثقافة التي نعتمدها، ثقافة القبول بالآخر وثقافة الانفتاح وثقافة البحث عن كل ما هو يدعم الدين الإسلامي، ولكن كذلك احترام الديانات الأخرى وما يربطنا وما يجمعنا وما يخالف وكل الاختلافات. واعتقد ان هذه الدوره ستكون لها يعني قيمه مضافه مهمه جدا، وستبين على ان كليه اصول الدين وحوار الحضارات هي كليه تعني كذلك بتلقين الدين الصحيح المالكي الاشعري الذي يعتمده المغرب منذ قرون تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله، وكذلك لتؤكد هذا الخيار التي تعتمده في تكويناتها المتعددة المتنوعة، والتي تعطي مكانة جد مهمة على الصعيد ليس فقط الوطني ولكن المحلي والجهوي، ولكن كذلك على صعيد الوطني،
وتبين على أن كلية أصول الدين هي من بين الكليات الرئيسية في جامعة عبد الملك السعدي، وتقوم بدور فعال لتأطير الشباب وتأطير المواطنين في كل ما هو يصب إلى الإخاء وليس التفرقة، واحترام الآخر، والتعمق في أصول الدين الحنيف المتسامح الذي هو دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ يوسف بن مهدي، أستاذ تعليم عالي مؤهل بكلية أصول الدين، منسق الدورة التكوينية الدولية. السياق الذي تأتي فيه هذه الدورة هو محاولة الأكاديميين تفكيك الخطاب الموجود في الساحة الإعلامية والساحة والخطاب الديني عموما، من أجل أن نبرز لهذه الأوساط بأن الدين هو صانع السلام المجتمعي، وهو ضامن الوحدة الاجتماعية والوحدة الثقافية، وهو كذلك يعني راع للتنوع في المناطق التي نختلف فيها. والدين باعتباره يعني هو الموجه للبشرية جمعاء، قادر على أن يؤلف بين القلوب والعقول حول قيم مشتركة، هذه القيم التي تجمعنا. والهدف الرئيس لهذه الدورة كذلك هو أن نطرح على الطلبة الأكارم مجموعة من التقنيات، مجموعة من الوسائل، مجموعة من الآليات لتدبير الاختلاف، وكذلك من أجل أن يقتحموا مشاكل المجتمع ويفككوها ويبحثوا عن حلول سلمية حوارية لما يعانونه من مشاكل، كيفما كانت فردية أو اجتماعية أو أسرية أو غير ذلك. أحمد الفراك، أستاذ الفلسفة في كلية أصول الدين وحوار الحضارات جامعة عبد الملك السعدي تطوان. مداخلتي تركزت على منهجية التفكير والتعبير في قضايا التنوع والتعدد الثقافي، وأهمية الدين في تدبير السلم الاجتماعي. الملاحظات التي قدمتها بهذا الصدد: الملاحظة الأولى تتعلق بأن التفكير في مثل هذه القضايا ينبغي أن ينطلق من مشكلات، ولا ينبغي أن ينطلق من كليات دائما، لأن هذه المشكلات ستثير فضول الباحثين لتحديد الأسئلة بالضبط التي تحتاج إلى جوابات. أما الكليات فهي تحدد جوابات جاهزة يستعصي على الباحث من خلالها أن يكون وفيا موضوعيا لبحثه من خلالها. المسألة الثانية، طرح سؤال يعني تصنيف القارئين للتراث والقارئين للتاريخ، فقيل بأن هناك المتطرفون يمينا والمتطرفون شمالا وهناك فكر وسطي. هذا التفكير الثلاثي في نظري هو تفكير متجاوز، لأنه تطرف ثالث، لأنه إلغاء للآخرين، فليس تفكيرا في التوحيد وليس تفكيرا في الجمع، وإنما هو أيضا تفكير يرسخ هذه الفرقة، وبالتالي هذا أيضا منطق متخلف في نظري. المسألة الثالثة، أن تدبير الاختلاف خارجيا معياره الوحيد هو القدرة على تدبير هذا الاختلاف داخليا. إذا كنت لا تستطيع أن تدبر اختلافاتك الداخلية البينية وفشلت في ذلك، ولم تستطع أن تتجاوز تفكيرك الطائفي أو المتحيز، أو فلا تستطيع أن تدبر يعني اختلافا أوسع وأكبر، وإلا فسندخل فيما يمكن أن نسميه بالتحرش بالثقافي أو التحرش الثقافي أو النفاق العلمي والنفاق الثقافي، فنصدر خطابا، نرسل ننجز خطابا نظريا جميلا يغلف واقعا عمليا مريرا، وهذا لا ينبغي. لابد من الصدق ولابد من مراجعة الذات قبل الخوض في مثل هذه الموضوعات. وشكرا.
اليوم تعرف كلية أصول الدين بتطوان هذه الدورة التكوينية المنظمة في موضوع آلية إدارة الاختلاف والتنوع، ونحن كلجنة تنظيمية سعداء جدا بهذا التنظيم وسعداء أيضا بالحضور الذي حضر اليوم إلى كلية أصول الدين ليحضر معنا لقاءات وجلسات هذا اليوم. وطبعا كان نقاش موسع حول بعض الأمور التي تتعلق بالاختلاف والتنوع، وكان الحضور أيضا تنوعا مختلفا بحضور من خارج الكلية، حضور أساتذة من أمريكا وغيرها. وطبعا في توصيات هذه الدورة ستكون هي عبارة عن توصيات سيجمع حول، أو ربما ستكون في ورشة تكوينية في الأخير التي ستكون موزعة على مواضع مختلفة، منها الخطاب الشرعي ومنها أيضا تاريخ الأديان ومنها ما هو إعلامي بالتحديد باعتباره آلية من آليات إدارة الاختلاف والتنوع. والشكر في الأخير لإدارة الكلية وأيضا لموقع شمالي على هذه التغطية الكريمة، وشكراً.